ربنا يكلفنا كام عشان نوصل للنموذج ده من الجوده. ولازم في التعليم التاني بالذات يبقى فيه فيدباك صناعه، مش بس مش جزء نظري وخلاص، في صناعه معانا شريك قوي بالفكر وبالساعات والتصفيات وفي الشغل ومجال العمل نفسه، ومعانا شريك اجنبي لو قدرنا عشان نضمن ان الجوده اللي بنطلعها ماشيه على معايير العالم. نقدر نصدقها بنحاول نفكر وهنشارك فيها الناس. تعالوا تاني له سكه مختلفه شويه، لان اللي بيدرسوا فيه ممكن يعملوا فلوس كمان، مش بس مش يدفعوا، لا يطلعوا فلوس. وده مشكورين مجموعه السويدي بيقدموا منح كامله للطلبه دول عشان يقدروا يشتغلوا في المساعده.